يسعد لي مساكم الغالين، وهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج فيتامين وتمرين. هالبرنامج نسعى من خلاله لنشر ثقافة الحياة الصحية، واليوم راح نتكلم مع بعض عن أكبر وأهم سبب للوفيات السعودية، وهو الجلطات القلبية. حنتكلم اليوم عن أسباب الجلطات القلبية، معلومات خاطئة كثيرة عند المرضى، كيف ممكن طرق الوقاية منها، والعلاجات الجديدة المستقبلية. طبعا كل هذا مع واحد من أشهر الأطباء في هالمجال. لكن قبل ما نروح لهالفقرة الرئيسية المهمة، خلينا نستعرض مع بعض عناوين هالحلقة. في السعودية أمراض القلب تتسبب في 46% من عدد الوفيات، وعلماء يكتشفون علاج للشيخوخة من الرمان والتوت البري. وفي الفقرة الرياضية حنشوف تمارين تستخدم لتقوية عضلات البطن. وأخيرا طبيب سعودي يحصل على براءة اختراع في تركيبات الأسنان الثابتة. ونبدأ حلقتنا بجولة على أبرز العمليات الجراحية النادرة اللي تمت في الأسابيع الأخيرة. نبدأ بطبيب جراح سعودي أبهر العالم بحديثه مع مريض أثناء عملية في الدماغ. فنانة شهيرة تجري عملية جراحية بسبب قرصة نملة. ثلاث عمليات جراحية للطفل ولد بحالة نادرة بقلب خارج الجسد. وفي حالة نادرة أخرى تم العثور على 200 قطعة معدنية في معدة مريض توفي بالتسمم. معاناة مريض لدى طبيب أسنان سعودي ولدت براءة اختراع عالمية هالسنة في مجال تركيبات الأسنان، وبمبلغ ما يتجاوز 1000 ريال. اليوم اللي يتكلم معنا هالاختراع اللي فاد ناس كثير، رحب معنا بالدكتور أحمد الثبيتي، الأستاذ المشارك في الاستعاضة السنية وفي قسم طب الأسنان بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالمنطقة الشرقية. هلا فيك دكتور أحمد. الله يحييك ونورتنا. الله يرضى عليك ويخليك. تفضل تفضل. شكرا لك. الله يحييك دكتور أحمد، نورتنا. الله يسلمك. طيب أسنان ومخترع. الله يسلمك دكتور. شكرا لكم من الاستضافة، وإن شاء الله نقدم ما يفيد بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. أول شيء ودي إنك تشرح الناس فكرة الاختراع ببساطة، لأن الناس يسمعون التركيبات وكذا، فأنا بودي إيش اللي أضفتوه أنتم في التركيبات؟ طبعا بدأت فكرة هذا الاختراع من المشاكل اللي نواجهها مع المرضى كبار السن اللي عندهم أطب متحركة. فلما يعني نشتغل على موضوع التركيبات الثابتة بزراعة الأسنان، نقوم بتحويل الأطقم المتحركة إلى أطقم ثابتة. فعادة نواجه مشاكل بسبب الكسر اللي يصير في هذه الأطقم الثابتة المؤقتة. طبعاً الأطقم الثابتة المؤقتة نستخدمها في فترة 3 إلى 6 أشهر حتى التئام العظم حول زراعة الأسنان. هذول الناس ما يكون عندهم أسنان أصلاً، فاقدين الأسنان. نعم، هم فاقدين الأسنان. فحنا يعني نزرع لهم من 6 إلى 8 زرعات. ونقوم ب يعني تحويل الطقم المتحرك اللي عندهم، نحول الى طقم ثابت على زراعه الاسنان. طبعا اللي يصير عاده يحصل كسر في هذه التركيبه. فالمشكله هنا انه اذا صار كسر لابد ان نعيد عمل الطقم المتحرك مره اخرى، وهذا يحتاج من 3 إلى 5 زيارات مع المريض، وتكون تكلفته عالية. فجاءت الفكرة أنه نعمل طقم مكرر أو نسخة طبق الأصل من الطقم الأساسي، ونستخدمها عشان تكون تركيبة ثابتة مؤقتة على الزراعة. كيف فكرت فيها دكتور؟ يعني هل هي مثلا مريت بحالة مر بشيء؟ والله حنا مرينا بعدة حالات وعدة يعني مع مدة مرضى، فواجهنا نفس المشكلة. فكنا لما نحول الطقم المتحرك إلى طقم ثابت، بعد فترة من الاستخدام تعرف مع المضغ مع أحيان عضلات الفك يكون لها دور، مع بيئة الفم، شرب السوائل الباردة والحارة، هذه كلها تؤثر على الخواص الميكانيكية للطقم، فيحدث كسر في الطقم، فنضطر أن نعيد الطقم مرة أخرى. فجاءت الفكرة بفضل الله سبحانه وتعالى يعني ابتكار هذه الطريقة الجديدة ولعمل الطقم المكرر والاستفادة منه، ولو يعني عدة ميزات. أولا الحفاظ على الطقم الأساسي كمرجع لنا، بحيث أنه لو حصل كسر في الطقم المكرر نستطيع عمل طقم آخر في الاستعاضة مباشرة. نعم، مباشرة في يعني فترة تتجاوز من 2 إلى 3 ساعات يعني في العيادة، فهذه ميزة كبيرة. الشيء الثاني تقليل التكلفة على المريض، يعني تكلفته لا تتجاوز ربع تكلفة الطقم الأساسي.
الأمر الآخر وهو يعني كميزة أخرى، أنه إذا المريض رغب في يعني أسنان أكثر بياضاً نقدر أنه نعمل قطوع جزئية في الأسنان. طبعاً هو الجزء الطقم عبارة عن جزئين، أو التركيبة جزئين، جزء لثة وجزء الأسنان. جزء الأسنان نقدر نعمل فيه قطوع جزئية ونضيف مادة أكثر بياضاً لحصول على أسنان أكثر بياضاً خلال فترة العلاج. طيب أنا دائماً أحب بالذات الناس اللي يكونوا مخترعين وأخذين براءات اختراع أنهم يحكون مشوارهم، حتى عشان يعني يعطون كذا يعني فكرة للشباب اللي عندهم طموح عندهم رغبة في أشياء زي كذا. تجاوزنا مرحلة العلاج مع المريض إلى عمل بحث علمي بهذه الحالة وبهذه الطريقة. فيعني عملت بحث علمي كامل ونشرته في مجلة الاستعارة السنية، حصلت على براءة الاختراع عن طريق طبعا مكتب براءة الاختراع الأمريكي، والآن منشور علميا وبطريقة كاملة وبشرح مفصل، فهو متاح للاستخدام. يعني الميزة فيه أنه يعني متاح للاستخدام، لكن احنا استخدمنا مواد متعددة من عدة جوانب، فيعني يعني يفضل لو استطعنا عمل منتج خاص بهذا الابتكار او هذه الطريقه المبتكره، ليكون يعني جاهز لاخصائي واستشاري الاستعاضه السنيه في المستقبل يعني استخدامه. دائما يا دكتور دائما احس انه في فجوه بين القطاع الخاص وبين المبتكرين والمخترعين. نعم. يعني دائما كيف في شيء ناقص يعني دي. هذه للامانه من التحديات اللي نواجهها ومن الصعوبات اللي نواجهها يعني كباحثين وكمخترعين. الفجوة هذه احنا نتمنى يكون في حلقة وصل ما بين القطاع الخاص وما بين المخترعين والباحثين لجانبين. الجانب الأول دعم الباحثين ماديا لمواصلة بحوثهم التي تستلزم العديد يعني أول يعني من الأمور سواء مالية أو حتى معنوية. الجانب الآخر هو الاستفادة من هذه الابتكارات وهذه الاختراعات وهذه البحوث لعمل منتجات وطنية. طيب أنا سمعت أنه كمان عندكم أشياء ثانية إضافية يعني شغالين عليها. والله نعم صديق، احنا بالنسبه للطقم الاساسي احنا اشتغلنا في البحث حقي او براءه الاختراع اللي سويتها، اشتغلت على جانب واحد وهو عمل الطقم المكرر. في جوانب عده الان شغالين فيها مع الفريق البحثي داخل قسم علوم الاسنان الاستعاضيه في كليه طب الاسنان، وهذه الجانبين. الجانب الاول هو تقويه الماده الاساسيه للطقم الاساسي، ويعني لتكون أكثر مقاومة بشكل أكبر للكسور لو حصل كسر. ولو حصل كسر يعني احنا اشتغلنا برضو على منطقة الكسر نفسها بإضافة مواد بحيث أنه يرجع الطقم أو منطقة الكسر هذه ترجع يعني للقوة المطلوبة يعني زي بقية الطقم. يعني احنا شغلنا عليه طبعا، اشتغلنا يعني مجموعة أبحاث لنا يمكن 3 أو 4 سنوات شغالين على في الاتجاه هذا، ونشرناها ولله الحمد في عدة مجلات علمية. يعني متوقع 3 إلى 4 براءات اختراع في الجانبين هذه. يعني طب الحين بالنسبة لهالمنتج يعني أنت إيش مثلا اللي فكرت تسوي فيه تطوير أو تغير فيه مثلا في المستقبل؟ هذا المنتج اللي أتمنى أنه زي ما قلت لك هو استخدمنا فيه مواد آمنة. نتمنى عمل يعني منتج موحد شامل لجميع هذه المواد بحيث أنه يكون جاهز لعمل الأطقم المكررة أو نسخة طبق الأصل. أول شيء أنا حاب أشكر كثير دكتور أحمد على تواجدك معنا اليوم، أثريتنا بمعلومات الله يوفقكم إن شاء الله، وبالعكس هذا شيء فخر أنه لا كذا مركز بحثي علمي يطلع شباب سعوديين يطلع لنا منتجات ممكن إن شاء الله في يوم من الأيام تصير حتى استثمارية ومفيدة للبلد بشكل عام بإذن الله. أولا أشكرك أخوي دكتور رياض وفريق العمل معك على التواصل وعلى حسن الاستضافة، ولا يفوتني في هذا الجانب أشكر معالي مدير جامعة الإمام عبد الرحمن فيصل الدكتور عبد الله الربيش، وإن شاء الله تتواصل الإنجازات والنجاحات إن شاء الله، ونشكرك كثير وإن شاء الله المرة الجاية نستضيفك عندنا ويكون عندك براءات اختراع إضافية ونجيب حتى الفريق كله كامل إن شاء الله بإذن الله. الله يعطيك الصحة دكتور أحمد. شكرا لك دكتور رياض، شكرا. بعد الفاصل بنتكلم عن الجلطات القلبية، وتصدقون أنها تسبب 46% من الوفيات في المملكة العربية السعودية. تابعونا بعد شوي. والآن مع الفقرة اللي أحبها كثير وهي الدراسات الطبية اللي نحب نستعرضها معاكم ونجيبها من وكالات الأنباء. هنبدأ بأول دراسة وجيتنا من جامعة هلسنكي في فنلندا، وهذه الدراسة تحذر أن الولادة القيصرية قد تهدد صحة الطفل
وتزيد من خطر الإصابة بالربو عند الطفل. حذرت دراسة جديدة من الخضوع للولادة القيصرية لأنها تزيد من خطر إنجاب أطفال أكثر عرضة للإصابة بالربو. وفي هذه الدراسة استخدم الباحثون في كلية الطب من جامعة هلسنكي في فنلندا أساليب إحصائية جديدة تابعوا من خلالها صحة أكثر من 1,400,000 طفل فنلندي من ولادتهم حتى مرحلة المراهقة، وكان التركيز على الحالات المزمنة الشائعة اللي ارتبطت سابقا بالربو المقطعي ومرض السكري من النمط الأول والسمنة، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. نتائج الدراسة تشير إلى أن الولادة القيصرية تزيد من خطر الإصابة بالربو منذ الطفولة المبكرة. صراحة ما أدري عن هالدراسات، صراحة عندي ما شاء الله فريق الإعداد يجيب دراسات رائعة جدا، لكن أنك تربط بين الولادة القيصرية والربو ما أدري، بس هو يتوقعون صراحة أن الولادة القيصرية ممكن تأثر على الجهاز المناعي حق الطفل أكثر مما كنا نتوقع. عموما دراستنا الثانية وتقول أنه تناول الفطر قد يقضي على سرطان البروستات. أفادت دراسة جديدة أن تناول الفطر 3 مرات في الأسبوع يقلل من فرص إصابة الرجال بسرطان البروستاتا، وفي حين أن الدراسة لم تقدم آلية واضحة، إلا أن إحدى النظريات تقول أن الفطر يحتوي على مركبات تكبت هرمون الذكورة اللي يعزز نمو سرطان البروستاتا. وأبرز الباحثون اليابانيون قوة الفطريات في مكافحة السرطان من خلال دراسة حالة أكثر من 36,000 رجل تتراوح أعمارهم بين 40 و79 سنة على مدار 13 عام. وقال الباحثون أنه تناول الفطر مرة أو مرتين في الأسبوع قلل من خطر الإصابة بالمرض بنسبة 8%، ولكن اللي تناولوا الفطر 3 مرات في الأسبوع شهدوا انخفاض مخاطر الإصابة بالسرطان بنسبة 17%، وكان التأثير واضح بشكل خاص لدى الرجال اللي تتراوح أعمارهم بين 50 سنة وأكثر. فإن الفطر يقضي على سرطان البروستات، يعني أنا ما أدري إيش أعلق صراحة. وكلنا نأكل بيتزا طيب، ونأكل فطر ونأكل ويجيهم السرطان، يعني مو معقولة. يعني إحنا نحتاج عمليات جراحية وكيماوي وكذا، فطر يقضي يعني إذا فيه والله خير يعني. فأنا ما أدري الدراسات، أنا فريق الإعداد. عموما آخر دراسة معانا لليوم من الولايات المتحدة الأمريكية، هالدراسة كشفت لنا فائدة جديدة للموز، وأنه تناوله بشكل يومي يساعد على الوقاية من الجلطات القلبية. دراسة طبية حديثة تقول أن أكل الموز بشكل يومي يساعد على وقاية جسم الإنسان من الجلطة والنوبات القلبية القاتلة. مو بس المقولة الشهيرة اللي تقول أن تفاحة في اليوم تبقي الطبيب بعيد عنك اليوم. وأوضح الباحثون أن مادة البوتاسيوم الموجودة بكثرة في فاكهة الموز تخلص الشرايين من الترسبات المضرة اللي تتراكم مع الوقت، حسب صحيفة الاندبندنت البريطانية. وأجرى باحثون من جامعة آلاباما دراستهم على الفاكهة الشهيرة بالاعتماد على عينة من الفئران المعرضة بشدة لخطر الإصابة بنوبة قلبية، وأظهرت النتائج أن الفئران التي قدمت لها مستويات منخفضة من البوتاسيوم عانت من مشكلات في الشرايين، وفي المقابل تمتعت الفئران التي نالت نسبة أعلى من البوتاسيوم بصحة أفضل. وبالرغم من أهمية الموز، ينبه الخبراء إلى أن الإكثار من هذه الفاكهة قد يؤدي إلى آلام في المعدة فضلاً عن الإسهال والشعور بالغثيان، وتنصح خدمة الصحة العمومية في بريطانيا باستهلاك 3500 ملغرام من البوتاسيوم بصورة يومية، لكن موزتين لا تحتويان سوى ربع هذا المعدل. دائماً الموز في شيء جديد، دائماً نكتشف أشياء جديدة، آخرتها ما هي أثر على الجلطات، فكل موز ما عاد المخرج وفريق الإعداد لا تاكلون لو سمحتوا. عموماً بما إحنا قاعدين نتكلم عن الجلطات القلبية، عندنا اليوم موضوع مهم جداً، وهو إنه نص تقريباً يعني نص الوفيات اللي تحصل سنوياً في السعودية سببها الجلطات القلبية. خلال آخر سنتين ارتفع المعدل لدرجة أنه تجاوز حوادث السيارات، ولقيوا أن الناس اللي تتشخص خلال أول شهر ممكن 15% منهم يموتون. فإيش سبب ارتفاع نسبة الجلطات القلبية؟ كيف طرق الوقاية منها؟ معنا اليوم الطبيب الاستشاري الدكتور عويد الشمري، استشاري أمراض القلب
والأوعية الدموية بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب فرع الريان. أهلا وسهلا فيك دكتور عويد. حياك الله. تفضل تفضل تفضل. شكرا لك دكتور عويد على قبولك دعوتنا اليوم، وانك حتكلمنا عن يعني القاتل الاول في المجتمع الان اللي هو الجلطات القلبيه، وايش سبب زياده عددها بهالشكل الحين؟ ما اعتقد انها زادت، وانما تسلط الضوء عليها اكثر، لانه صار في الحمد لله في ترشيد وادراك من المجتمع في مخاطر حوادث السيارات، فحوادث السيارات بحد ذاتها هي اللي قلت. بينما الايفولوشن وتطور الامر في جلطات القلب هو اللي هو قاعد بازدياد من زمان، ما صار في شيء جديد يذكر، يعني شيء يغير المنحنى حقه. نعم. ولازم نذكر ان المجتمع السعودي 70% منه صغار اقل من 20 سنه، ف الغالبيه المجتمع هم من كبار السن، ومرض القلب وجلطات القلبيه هو مرض عمري مع العمر، فاللي اعمارهم صغار راح يصيرون كبار، فيجي التطور انه كانه زاد عدد الجلطات القلبيه، وانما هي نسبه وتناسب، وانما زاد العدد بالمعنى يعني. نعم. بينما نسبه تصلب الشرايين ولا امراض شرايين القلب هي 5.5% من عام 2004. عدد السكان كان 27 مليون، الان 33 مليون، 5.5% منهم، يعني نسبة هذه النسبة. بس أنا أحس إنه إحنا عندنا يعني جلطات القلب يعني تحصل في سن أبكر من المجتمعات الأخرى. صحيح، فهذه ملاحظة صحيحة 100%، لأنه متوسط أعمار الناس اللي عندهم جلطات القلبية ما بين 60 و65 في الدراسات اللي تصير في العالم، سواء في أمريكا أو أوروبا أو في اليابان أو في أستراليا، في شرق العالم وغربا، لكن في الوطن العربي ولا نتكلم في السعودية متوسط العمر 50 سنة. هو قلب 10 سنوات يعني. نعم. قلب كثير هذا. نعم. صح. نعم. إيه. طب وش السبب؟ ليش إحنا عندنا مثلاً هل يعني ليش إنه يصيب الأصغر في العمر من المجتمعات الأخرى؟ هل هو نظام حياتنا؟ هل هو شيء؟ نظن ذلك. الشيء المتغير علينا هو النمط الحياة تغير إلى الترف، إلى السمنة، إلى السكر. فأظن أن داء السكري هو الفاصل الواضح لنا مقارنة في العالم. متوسط داء السكري في مرضى جلطات القلب ما بين 30-25% ما يتعدون. في السعودية سوينا دراسة قبل 10 سنوات، كان نسبة اللي فيهم سكر في جلطات القلبية 68%. يعني ايش هي العوامل المؤثرة اللي ممكن انها تزود احتمالية الإصابة بالجلطات؟ السكر، نرجع السكر، الكوليسترول. اوكي. يجي مع السكر والكوليسترول الضغط. فالضغط والسكر والكوليسترول هاي نسميهم ميتابوليك سيندروم ولا متلازمة الاستقلاب، وهذولا كلهم يجمعهم هو الوزن. الوزن الزائد. الوزن الزائد. إيه. وهذه جمعات طبعاً كمان التدخين، عدم الرياضة، أشياء كثير، كل عوامل الأخرى. صحيح. طب الحين في شيء سمعته قبل فترة واستغربت كثير، إنه بعض الناس مثلاً يتكلموا عن الكوليسترول إنه شيء حميد وإنه شيء المفروض يكون في الإنسان بشكل طبيعي، المفروض ما تعالجوه. صحيح. حتى أنا سمعت من أحد المرضى إنه يسبب الزهايمر، وهذا حقيقة عكس اللي كنا. إنه الدواء حق الكوليسترول يسبب الزهايمر. أيوة. في دراسة صدرت حديثا أنه بعد 30 سنة من أخذ دواء الكوليسترول تضح أنه ما يسبب الزهايمر، ما يسبب مشاكل في الإدراك ولا التفكير نهائي. هل المفروض الحين أنه اللي يكون عنده مرض في القلب أنه يأخذ، يعني حتى إذا ما كان عنده ارتفاع في الكوليسترول يأخذ من الأدوية حق الكوليسترول؟ بالضبط، حتى لو كان صفر إن شاء الله. حتى لو كان صفر. حتى لو كان صفر. يعني هذا هو الحين اللي هو المتطلب يعني. نعم. لأن دواء الكوليسترول ليس فقط قلل الكوليسترول دكتور رياض، وإنما كذلك يقلل الالتهاب اللي يخلي الكوليسترول يدخل داخل الشرايين فيسبب تصلب الشرايين. فتصلب الشرايين هو التهاب في الشرايين. طيب الحين أنا مثلًا أسمع دائمًا إنه لازم تأخذون أسبرين بعد سن 40، وكثير يبدون عليها من غير حتى ما يشاورون طبيب. فهل هذا تحس انه طريقة سليمة للعلاج؟ ابدا، هذا كلام خطأ 100%.
ومبني على معلومات لا دلالة عليها. لكن الأسبرين ما فيه، يعني لو تدور ما فيه الأسبرين. الدراسة اللي طلعت من زمان الآيسيس 4 في جلطات القلب، يعني إذا كان في أحد عنده جلطات قلب يأخذ دواء أسبرين، أو تصلب في الشرايين يأخذ دواء أسبرين. لكن غير كذا لازم يحسبها الدكتور في ميزان الأسبرين المنفع والمضرة. نعم. فالأسبرين سبب نزيف في الدماغ نسبة 1 من 1000، يعني ما هو بريء. طيب الحين لو واحد مثلا عنده سكر وعنده كوليسترول، ويعني هو متخوف انه ممكن يجيب جلطة في يوم من الأيام، نعم، طيب، وفحص ما لقى فيه شيء وما أخذ أسبرين، إيش العلامات المبدئية اللي لازم يبدأ ينتبه لها من البداية؟ صحيح، عشان يحمي نفسه. برافو. احنا للأسف على الرغم ما نعمله من جهود في علاج المرضى من أدوية ومن قسطرة ومن عمليات جراحية، إلا أنه الفاصل في هذا الأمر هو التدخل السريع. فلازم المريض يدرك أنه ما هي الأعراض اللي لازم أني أروح للدكتور. مرات يروح الدكتور يقول والله رحت وما نفعني. ما نفعك لأنك جيت متأخر. أي صح. فأي إنسان عمره فوق 18 سنة عنده ألم في الصدر أو ألم في الكتف أو العض، يروح إلى الصدر والعنق، يمكن إلى الكتف اليمين أو ما بين ألواح الكتف من الخلف، هذا نقول قلب، خاصة إذا كان جديد أكثر من 5 ثواني ويزيد مع الجهد. يعني لما أشوف أنه هو سبب الوفيات الأول في السعودية، أنا مستغرب ما في كده مظلة كاملة تشمل كل هالمراكز. يعني المفروض أن يكون في مظلة واحدة تشمل بحيث أن يكون كله يعني ماشيين على نفس السياق. احنا في جمعية القلب السعودية عملنا احد الاوراق العمل اللي نسميها ستيتمنت، يعني وضع جمعية القلب السعودية من ناحية تطبيق المعايير الدولية المعترف فيها لعلاج جلطات القلب بما نملك من امكانيات ومن يعني limitations اللي هي عندنا تحديات، اللي التحديات بالضبط، إمكانيات وتحديات. فنبي المريض اللي يكون في حفر الباطن يأخذ الرعاية الصحية اللي نفس الرعاية الصحية اللي يأخذها المريض في الرياض. نتمنى والله هذا شيء رائع لو يصير كذا. طب آخر شيء، لأن إحنا دائما نحب نترك الناس مع بادرة أمل، طالب رأيك قل لي إيش في شيء جديد للناس اللي عندهم مشاكل في القلب. نعم، في عام 2012 سوينا دراسة نشوف فيها كم من المرضى صار عندهم جلطة ويعالجون في المستشفيات، كم نسبة اللي يأخذون الرعاية الصحية المأمول منها، وجدنا فقط 10%. وأكثر شيء إحنا كنا نفتقده هو التحكم في السكر والتحكم في الكوليسترول. يجيك المريض مثلا السكر، ممكن نلوم السكر، نلوم المريض إنه لازم يتحرك ولازم يأكل زين ولازم يأخذ الدواء، لكن بالنسبة للكوليسترول إحنا ما كنا محدودين في دوائين. فمرات على الرغم من الدوائين ما إحنا قادرين إن ننزل للمستوى المطلوب للحماية. فالآن ظهرت أدوية تهجم مصادر الكوليسترول وتنزل من الكوليسترول لكل الناس. ممتاز. يعني مو بعض الناس يجي والله ممكن يستجيب وبعضهم لا، الكل يستجيب. وهذا يعطى بعد ما هو يوميا، يعني بالشهر مرة أو بالأسبوعين مرة. في إصدار لنفس تقريبا من نفس عائلة الدواء هذا راح يطلع كل 6 شهور، وهذا عن طريق الحقن، يعني تحت الجلد. تحت ما الجلد. هي حقن، هي إبرة مصنوعة من نانو تكنولوجي، بحيث أن المريض يحطها في جسمه ولا يحس أنه في إبرة، يحس أنه في دواء داخل الجسم. ممتاز. ويسوي كل 6 شهور يحافظ على الكوليسترول. خلاص يأخذ المريض خلاص. هذا رائع، يعني أنت كذا شلت عامل مهم وأساسي في تكوين الجلطات. بالضبط، واحد بس، وعامل واحد السكر، لا ننسى التدخين، لا ننسى الأدوية الأخرى. الله يعطيك الصحة والعافية دكتور عويد، ودائما مثري في كلامك. الله يعطيك الصحة والعافية، وأنا أتمنى إن شاء الله بإذن الله لقاءنا الجاي يكون كذا صار فيه توحيد للخدمات الصحية لمرضى القلب، لأنه هذا شيء يهمنا كثير، إنه كل الناس في أي منطقة في المملكة ياخذون نفس الرعاية الصحية. الله يعطيك الصحة والعافية، وشرفتنا والله اليوم. الله يسلمك. بعد الفاصل مع فقرة التمارين الرياضية، وحنشوف الكابتن عبد الله وتقوية عضلات البطن. ظلوا معنا.
ورجعنا لكم بعد الفاصل وفقرتنا الرياضيه مع زميلي الكابتن عبد الله الدباسي. هلا فيك عبد الله. يا هلا ومرحبا. وانا كنت انا وعبد الله قاعدين نتناقش يعني قبل الفاصل عن فوائد الكرفس، وهو الرياضيين ياخذون بشكل كبير. نعم صحيح. اي وانت من النوع اللي ياخذ اساسي بالسلطات دائما يعني. احنا نسمع اسماء كثيره، وش يسمونه في الشرقيه انت؟ والله في ناس يسمونه الكرفس وفي ناس يسمونه الكرفس، يعني متعدده اسامي، لكن الغالب في الشرقيه الكرفس يقول. طيب احنا معنا فيديو بسيط عن فوائد الكرفس، خلينا نشوف مع بعض ونرجع. يلا. بعد هالفيديو يا عبد الله انا حسيت انه صراحه الكرفس هذا لازم يكون اساسي جدا في الاكل. نعم اذا يفيد في الارق، يفيد في اضطرابات الامعاء. نعم. وكويس لانقاص الوزن. نعم. فانتوا الرياضيين اكيد يهمكم. ممتاز، زي ما قلت لك دائما يضاف الى السلطه، يعني خلها اساسي معك بالسلطه وادعي لي. طيب دائما احنا قاعدين نتكلم على اساس انه كمان يفيد في البطن وكذا. نعم. زي ما ذكرت في التقرير اليوم انت واعدنا انك تورينا تمارين لعضلات البطن. نعم. وشوف صراحه اكثر سؤال يجيني دائما. نعم. عن عضلات البطن. نعم صح. فايش ودك تكلمنا عنه؟ شوف هو الحديث هذا فيه شجون، ولكن يعني خلينا نبدا بالاغلاط اللي دائما الناس تفكرها. يعني يجيك شخص عنده كتله دهنيه عاليه، يكون وزن الدهون في بطنه 15 كيلو 20 كيلو، اول ما يدخل النادي اول ما يجيك يطبل على بطنه ويقول لك يلا علمني اتمرن بطن، ظنا منهم انه تمارين البطن يعني دخوله للنادي على طول واداؤه لتمارين بطن معناه انه هو بيشيل الدهون. خلينا نشرحها لهم من البدايه عشان يفهمون. هم عندهم نوعين من الدهون في البطن، اللي هو تحت الجلد واللي هو الدهون الحشويه اللي هي داخل البطن، تكون هي وراء العضلات، اللي هي وراء العضلات. أي. اللي يكون اول شيء في الامام اللي هي الدهون اللي تحت الجلد، فهذه لها ايضا نسبه معينه، والدهون الحشويه لها نسبه معينه. هو ايضا لا يدخل النادي على طول يلا يقول لي يلا يا كابتن خليني اتمرن بطن. يا جماعه الخير البطن دائما الدهون اللي في البطن تبدا ازالتها من وين؟ من المطبخ، ما هو من النادي. هنا الكلمه اللي المفروض الواحد يركز عليها. أي. الدهون تبدا ازالتها من المطبخ، اللي في النادي تسويه هذا تقويه لعضلات البطن، هذا شغله. الشغله الثانيه انت لما تجي ويكون عندك وزن الدهون الهائل هذا في بطنك وتتمرن تمارين بطن، اول شيء راح ياثر عليه ظهرك. فانا دائما اعمل اول شيء على تقويه عضلات الظهر وبعدين نتجه لعضلات البطن. يعني انا منقطع الورد يا عبد الله، انا اشوف بعض الناس يجيك بطنه قد كذا مثلا في نادي تلقى على الجهاز قاعد يسوي تمرين البطن. نعم. ومسكين يقعد بالساعات وما في اي فائده ابدا. نعم. يعني هذا راح ياثر عليه سلبا زي ما قلت لك، بياثر على عضلات ظهره القطنيه خصوصا السفلى. الشغله الثانيه زي ما قلت لك يبدا اول شيء ازاله الدهون عن طريق تغذيه الصحيحه، والشغله الثانيه عن طريق تمارين الكارديو وتمارين البطن فقط للتقويه لتقويه العضله. انت الحين يعني المفروض الواحد قبل ما يخش على عضلات البطن ويسوي لها تقويه انه يحرق الدهون قدر الامكان. نعم. ينزل الكتله الدهنيه اول. نعم. بالتغذيه الصحيحه وبالتمارين اللي احنا قلنا عليها اللي. نعم. هي الكارديو. نعم. وبعدين بعد كذا بيشتغل على البطن. اول شيء يبدا بتقويه عضلات الظهر. طيب. قبل لا يبدا بعضلات البطن، وهو في نفس الوقت راح يكون لازم انه يكون مسيطر على اكله، ولازم انه يكون يحاول قدر المستطاع انه يقلل الكميات اللي ياكلها في اكله لاجل انه ينزل من نسبه الدهون. بعد ما يقوي ظهره ويسيطر على اكله يتجه لتمارين البطن. انا ادري انه عضلات البطن تحتاج في تمارينها شرح طويل، فانا ودي كذا تفضل كذا يا عبد الله علمات تشرح للناس كيف يسوون هالتمارين. ان شاء الله. تفضل. اليوم طبعا بما ان احنا بنتكلم عن تمارين عضلات البطن، خلوني انبهكم عن شغله يا جماعه الخير. التمارين اللي راح نعملها هي لتقوية عضلات البطن، ما هي لإزالة الدهون. خطوات إزالة الدهون هذا كلام ثاني، مثل ما وضحنا قبل شوي تبدأ بإدارة نظامك الغذائي، بعدها بدمج تمارين الكارديو مع تمارين المقاومة. التمارين اللي راح أعملها هي تمارين لتقوية عضلات البطن، راح أعمل لكم تمرينين منهم، هي من التمارين الأساسية والمفيدة جدا سواء كانت للجزء العلوي من عضلات البطن أو للجزء السفلي. خلونا نبدأ بأول تمرين. التمرين الأول طبعا الجلوس على الأرض. دائما حاول في التمرين اللي هو اسمه تمرين السيت أبز اللي هو تمرين الجلوس، حاول أن رجليك تكون مضمومة إلى الداخل وتكون ثابتة على الأرض أثناء أدائك للتمرين. طيب نبدأ بأداء التمرين. بعد ما تثبت رجليك بالطريقة الصحيحة ترجع بوضعية الاستلقاء. بعد وضعية الاستلقاء تقدر أنك أنت تعمل التمرين عادي بيدك بالطريقة هذه، أو أنك أنت إذا كان الموضوع فيه صعوبة تقدر تاخذ مساعده من اي احد تخليه يجي يمسك رجليك. ايضا في طريقه ثانيه تقدر انك انت لاجل انك انت تسيطر على نفسك اثناء القيام تمسك كره بالطريقه هذه بحيث انها تعمل لك توازن اثناء القيام.
أهم شيء أن الرجلين مثل ما علمتكم تكون ثابتة على الأرض ما تتحرك، لاحظوا معي، وحاول بقدر المستطاع أن صدرك يوصل إلى منطقة الركبتين. نرجع مرة ثانية، قيام بثبات الأرجل، لازم أن رجليك تكون مثبتة في الأرض لأجل أنك أنت ما تضغط على عضلات ظهرك. التمرين الثاني اللي هو تمرين الرفرفة، اللي هو رفع الرجلين إلى الأعلى. هذا التمرين أيضا تقوم أول شيء بعمل مد للرجلين بطريقة متوازية، والشغلة الثانية تحاول قدر المستطاع أنهم يكونون قريبين من بعض. بعد ما تستلقي على الأرض تحط إيديك بجنب منطقة الحوض بالطريقة هذه، ومن ثم تقوم برفع الرجلين إلى الأعلى مثل ما أنتم شايفين. أثناء الرفع حاول بقدر المستطاع أن منطقة الحوض ما تتحرك عندك، لأن إذا صار الضغط على منطقة الحوض فمعناها أنك أنت راح تعرض عمودك الفقري لضغط هائل. ننزل مرة ثانية، أثناء النزول بعض الناس يغلط وينزل رجل على الأرض، انتبه أنك أنت تنزل رجليك كاملة على الأرض، يجب أن هي تكون أو تضعها في مسافة أقل شيء 3 أنش إلى 4 أنش قبل لا تنزل، يعني بالطريقة هذه الرفع مع ثبات الظهر. أثناء النزول توقف هنا ما تنزل إلى الأرض عشان ما تعرض ظهرك للضغط. نرجع بأداء التمرين مرة ثانية، الرفع مع ثبات الظهر والنزول قبل الأرض بأربعة أنش وترجع مرة ثانية. هذا تمرين الرفرفة، وهذا من أهم التمارين اللي لازم الإنسان يؤديه لأجل أنه يقوي العضلات السفلى لمنطقة البطن. وهذا هنا اليوم تمريننا كان لتمارين البطن، أتمنى إن شاء الله أنكم أنتم استفدتوا. لا تنسون أنه التمارين هذه فقط لتقوية العضلات، ما هو لإزالة الدهون. الدهون تزيلها من وين؟ من المطبخ. يعطيكم العافية. الله يعطيك العافية عبد الله، ودامك تثرينا بتمارينك الرائعة. أنا بس سؤال واحد، يعني دائما أفكر فيه ودائما أشوف في النادي ومشكلة عند الناس، إنه هل إحنا نتمرن بطن كل يوم عشان نوديها ولا ما ينفع؟ سؤال جدا وجيه ومهم. البطن حالة من حال عضلات الجسم الباقية كلها، يعني تحتاج فترة للاستشفاء. أنت لما تتمرن أي تمرين في أي عضلة من الجسم، غلط أنك أنت تجي تتمرنه بعد 24 ساعة. أقل شيء المفروض أنك تخليها 48 ساعة لأجل أنها ترتاح، تستشفي من أدائك للتمرين، لأنه أنت عارف أن التمرين أثناء أدائه يعمل له تلف في خلايا العضلات. تلف في العضلات يصير عملية الاستشفاء اللي هي يرتاح ويبدأ الجسم مرة ثانية يبنيها. فالبطن غلط يا جماعة الخير، معناها أنك أنت إذا لعبت كل يوم راح تأثر أول شيء على عضلات البطن نفسها، وراح تأثر على ظهرك. شكراً عبد الله على هالمعلومات المثرية بالذات في عضلات البطن اللي كلنا نسأل عنها. سأنا عندي لك سؤال، وش رأيك لو تقدر تظل شباب على طول؟ يا ليت، وينه ما يحصل. في شيء يسموه إكسير الحياة لقوه من الرمان وتوت البري. هنطلع فاصل الحين، شوف تقرير ونرجع مرة ثانية. مؤخراً لقيوا العلماء أنهم اكتشفوا شيء من الرمان ومن التوت البري يسموه إكسير الحياة. هل إكسير لقوه أنه يمنع الشيخوخة وعلامات التقدم في العمر ويقوي الذاكرة؟ يبي يدورون الناس عشان نسوي عاد دائماً هم يدورون على شيء زي كذا. خلينا نشوف مع بعض هذا التقرير ونرجع مرة ثانية. يقول العلماء أنهم اقتربوا خطوة واحدة من إنتاج إكسير الحياة بعد أن أظهرت تجارب سريرية جديدة أن سر عكس عملية الشيخوخة يكمن داخل الرمان والتوت البري. وكشفت الدراسة الجديدة اللي اعتمدت على مجموعة من التجارب الكلينيكية تشكيل مركب أثناء عملية هضم هاتين الفاكهتين يزيد من عمر الديدان والفئران ويعكس عملية فقدان العضلات مع التقدم في العمر. وقال مؤلف الدراسة البروفيسور يوهان أويركس من كلية إيكول بوليتكنيك في لوزان بسويسرا أنه هذه التجارب السريرية تبلور كيف يمكن أن يكون لهذا المركب UA تأثير على صحة الإنسان. وتوصل الباحثون إلى هذه النتائج بعد إجراءات تجارب على 60 شخص من كبار السن، تم إعطائهم جرعة واحدة أو عدة جرعات من هذا المركب على مدى 4 أسابيع. وجد فريق الباحثين أن الحصول على جرعات من 500 إلى 1000 ملغرام من هذه المادة اللي تتشكل نتيجة لتناول الرمان والتوت البري تحفز إنتاج المزيد من الخلايا العضلية بنفس طريقة بناء العضلات في ممارسة التمارين الرياضية. والحين رجعنا لكم ومع أحلى وأطعم
واحسن فقره اللي سناها انا وكابتن عبد الله طول حلقتها. اي والله هو تعب بالرياضه وانا تعب بالكلام وجينا هنا ناكل يعافيك مع الدكتوره دينا. توك سمعتنا واحنا نتكلم عن اكسير الحياه والرمان والتوت البري، وش رايك انت؟ سبحان الله، الرمان اول شيء احنا نحب نقول انه هو الرمان من الفواكه اللي ذكرت في القران، وهذا دليل انه هذه الفاكهه فيها اعجاز سبحان الله. ففيها اكتشفت دراسات انه فيها مواد ضد اكسده الحمض النووي في الخليه، وهذا بيعطي صحه للخلايا وبأثر على البشره، بأثر على الشيخوخه. وبرضه لاحظوا انه العصير توت والرمان لو تقريبا تشربوا تقريبا شبه يومي، لاحظوا انه الاعمار الناس اللي بتشربوا شبه يومي انه اشكالهم يعطيهم اقل من عمرهم. اي البنون من كثر ما صحتهم زينه يبنون اقل من العمر. سلام عليكم. موضوع جلديه يعني ولا هو المؤثر بشكل عام على الجسم يعني؟ لا، لانه في مواد ضد اكسده الحمض النووي فبياثر على الخليه وصحه الخليه، فبيعطي شكلك اصغر. كل يوم اجل. وعموما شوف كل المشروبات اللي تحتوي على مضادات الاكسده دائما هم يعني دائما يحاولوا يسوقوا لها انها ضد الشيخوخه وضد التقدم في العمر. فكويس نجرب الرمان يعني. يلا كل يوم. الحين ايش مسوي لنا اليوم جديد؟ طيب حنسوي زبده الشوكولاته بالبندق. طبعا هنا عندنا بندق، هنا الشوكولاتة، هنا سكر جوز الهند، وهنا زيت جوز الهند. مكونات مغرية هذه. مكونات مغرية، إن شاء الله الطعم حيكون. هي شكلها لذيذ بس إن شاء الله يعني هي مفيدة شكلها يعني كذا. أيوه مفيدة. إحنا الحين وأنا بسويها حتكلم عن فائدة كل واحدة فيهم. أكيد. طيب، سو أول شيء حنجيب الخلاط هنا. طيب حنحط البندق. البندق عادة يكون محمص، والبندق زي ما إحنا عارفين مليان بفيتامين إي، فيتامين إي طبعًا. مفيد للبشرة وصحة القلب والشرايين. ممتاز. طيب حناخذ الشوكولاتة. ايوه. الشوكولاتة برضو مفيدة جدا. أي نوع عادي؟ دارك شوكليت طبعا. احنا نحب دائما نفضل طبعا دارك شوكليت لأنه فيها مواد يعني عالية بمواد الأكسدة. طيب. سكر جوز الهند، طبعا هذا السحر اللي هنا. أيوة. طبعا سكر جوز الهند غير تقريبا غير باقي السكريات. ليش؟ لأنه بطيء الامتصاص سبحان الله. فما يرفع سكر الدم، فيحافظ على معدلات سكر الدم في الجسم. انا دائما استخدم سكر جوز الهند في كل شيء. تصدق انا ما استخدمه في حياتي؟ الواحد دائما اذا جاع يخرف الاكل ويزيد في الاكل ويخرف في السعرات ويزيد الوزن، لكن لما يكون في شيء هيلثي وسريع كذا صحيح صحيح وخفيف يعني ما اخذ خمس دقائق وانت تسوينه صح. الله يعطيك العافيه. احنا الحين حاب اشكرك دكتوره دينا، دائما تورينا اشياء لذيذه وهي الفقره اللي نستناها صراحه. كابتن عبد الله حاب اشكرك كمان على التمارين الرائعه اللي اعطيتنيها اليوم. حاب اشكر ضيوفنا اللي شرفونا اليوم ومشاركتهم القيمه، وان شاء الله نشوفكم في حلقات جايه مع مواضيع كثيره شيقه ومتنوعه مع الشباب الطيبين هذول. نشوفكم على خير.